برعاية وزارة الثقافة والسفارة الروسية وبالتعاون مع جمعية الجغرافيا الروسية، احتضنت مكتبة الأسد الوطنية أكثر من 100 صورة قادمة من جمهورية روسيا الاتحادية ضمن معرض صور ضوئية حمل عنوان البلد الأجمل. ويأتي المعرض كالنتيجة لمسابقة تحمل نفس العنوان، وهي من ضمن الأنشطة التنويرية لجمعية الجغرافيا الروسية التي عقدت أول مرة عام 2015. 95 صورة ضوئية من الفائزين في المجموعات المجتمعة جميعاً، أكثر من 3000 صورة خضعت للمسابقة، ووزير الدفاع الروسي بنفسه كان من بين لجنة التحكيم. لكم أن تتخيلوا أهمية هذا المعرض. نحن سعيدون جدا باستضافة الأصدقاء الروس. نتمنى أن ترتقي العلاقات الثقافية إلى مستوى العلاقات السياسية، وهي في طورها فعلا إلى أن تحقق هذا الهدف. يسرنا جدا أن الجانب السوري وخاصة وزارة الثقافة السورية أعطتنا التعاون الكامل، ونحن لم نجد أي مشاكل أو صعوبات لإجراء هذا المشروع هنا في سوريا، وهذا من حظنا. افتتح هذا المعرض لصور ضوئية حول روسيا، وأنا أعتقد أن جميع سكان سوريا باستطاعتهم أن يروا بأعينهم ما هي روسيا المعاصرة وما هو جمالها. يشارك في المسابقة سنوياً آلاف المصورين مهما كانت أعمارهم أو أماكن إقامتهم، ولكن بشرط أن تؤخذ الصور حصراً على الأراضي الروسية. وتضمن المعرض 96 عملاً لفنانين ومصورين تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم من أفضل الصور من بين نحو 500,000 صورة.